أم الحنون بحملي أشهر تعبت حتى نما حبك الجاري وفي نبت فصرت أدعو لها ما شمسنا غربت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن كل له موطن والمرتضى وطني في حبه صرت بين المعدمين غني أمي به أولعتني طيلة الزمن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن هذا الذي حول بيت الله قد وضعا ذب فيه في العمر وانسى الهم والوجع اعمل فمسعاك نحو العرش إن رفعا ما كان في الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. يا آل أحمد إنا نهتدي بكم وليت أرواحنا في حسن ظنكم أين الثرى يا سنى العليا وأينكم كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أنفاس عمري أنفاس عمري أنفاس عمري في حب الوصي زكت أنفاس عمري في حب الوصي زكت وصفحة العشق رغم الحاقدين زهت وصفحة العشق رغم الحاقدين زهت فقلت قولي وعد لي إلي صغت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن تفضل احسن آل محمد طبعا نشرك العلامة الشيخ فرج العمران في ثواب هذه الليلة هو كاتب هذه التخميسات
في الوصي بمكنون الفؤاد ثبت، ولحم جسمي عليه قد نما ونبت، وفي عروقي جرى حتى ارتوت وربت. لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وأغذتنيه باللبن، شربته سلسبيلا سائغا وهني، طفلا رضيعا لثدي الأم في لبني، حتى قويت به حتى نما بدني. لا عذب الله، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. كملت سيد له؟ جيب شيء عشان يلحق. نختم سيدنا، حتى لو رباعية مو خماسية، ما نبغى الشباب يخمسون بعدين يطلعون يمكن خمسون بسيارة أو شيء. أنت مخير إما بين الأبوذية حاليا أو مقطوعة شعرية، اللي هو التخميس لحم ما تكمل نص موجود. لا تحيرني سيدنا. مقطوعة بسيطة إن شاء الله ونختم بها، بس ليس التخميس. أن يلجأ الشعراء للخيال يقعون، فمهما تمادينا في الخيال تبقى حقيقة علي أبهى من كل الخيال. لذلك حاولت ذات مرة أن ألتجئ للخيال في وصف علي، فوجدتني كبقيتهم عاجز. أقبلت من بئر الحقيقة نازعا، ثوبا تبلل بالخيال أو الغلو، ونجوت من غرقي لأغرق قاصدا بحياض حبك يا علي وأوغل. الشعر يستجدي الخيال إذا أتى للناس يمدح تارة ويبجل، أما إليك أبا تراب فإنه يبقى عصي الوصف حين يفصل. خسئ الخيال إذا أتى لك مادحا، فلأنت أسمى يا علي وأكمل. وإذا رح الأيام تطحننا فلا غير اسمك الأسنى به نتوسل. صلى عليك الله في قرآنه، وعليك صلى الأنبياء الكمل. صلى عليك الله في قرآنه، وعليك صلى الأنبياء الكمل. الله أحسنتم شعراءنا الكرام. حقيقة لا نمل من هذا الوجود ومن هذا الارتشاف من عذب معينكم، السيد هادي الموسوي، حسين العابد، السيد حسن العالي، مهدي عباس المطوع، سيد علوي الغريفي. جزيل الشكر والامتنان لتكبدكم عناء الحضور والمشاركة